اهلا بيكم، معاكم نسرين من قناة هاند ميد كروشيه. النهاردة هوريكم فكرة شال مثلث. هو الشال الموجود قدامنا ده، الغرزة بتاعته بيسموها غرزة المروحة. هي الغرزة سهلة، هنلاقي فيها غرزة العمود بلفة وغرزة الحشو وكمان غرزة البف. يا رب تعجبكم، بتبقى سهلة عليكم وتعرفوا تنفذوها معايا. ويلا بينا مع بعض نشوف هنبدأ الشال ازاي. هنبدأ الشال، انا بشتغل الشال بخيط اليز جانجا، وهشتغل بإبرة 3.5، وهنبدأ مع بعض. ابتدي اعمل عقدة بداية، لو حابة تعملي الدايرة السحرية او الماجيك سيركل ممكن برضو تبدأي بيه. هرتفع 4 غرز سلسلة وهبتدي اكون حلقة. هقفل في اول غرزة بغرزة منزلقة عشان اكون حلقة بالشكل ده كده. هشتغل بعد كده انا جوه الحلقة دي، هبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة، دول اول عمود بلفة، وهبتدي اشتغل جوه الحلقة كمان عمود بلفة. يبقى انا كده كأني اشتغلت 2 عمود بلفة، وبعد كده هشتغل غرزتين سلسلة وهرجع في نفس الفراغ تاني او نفس الحلقة، هشتغل 2 عمود بلفة. دي كده التاني، يبقى انا اشتغلت 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، وكمان هشتغل 2 سلسلة، وكمان هشتغل 2 عمود بلفة تاني. يبقى انا بقى عندي 3 مجموعات من العواميد بلفة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. كده يعتبر انا خلصت اول سطر في الشال بالشكل ده كده. بعد كده الف الشغل الناحية التانية، وهبتدي ان انا عايزة اشتغل السطر التاني في الفراغ ده، فهدخل بغرزة منزلقة في العمود التاني، وكمان هدخل في الفراغ بغرزة منزلقة عشان ابتدي اشتغل في الفراغ الاولاني. هبتدي ارتفع 3 غرز سلسلة، دول اول عمود بلفة، و هشتغل كمان عمود بلفة، يبقى كده 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وكمان هشتغل في نفس الفراغ تاني 2 عمود بلفة. يبقى اول فراغ بيقابلني بشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. في كل بداية سطر ونهاية سطر بعمل نفس الحكاية. بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، 2 3 4 5، وهاجي في الفراغ التاني ده هشتغل فيه زي ما انا ابتديت في اول السطر، هشتغل 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وارجع تاني في نفس الفراغ هشتغل 2 عمود بلفة. يبقى انا كده خلصت السطر التاني، ابتديته 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 5 غرز سلسلة، ورجعت في الفراغ التاني ده اشتغلت 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. هبتدي السطر التالت برضو نفس الطريقة، هشتغل في تاني عمود غرزة منزلقة عشان انا عايزة ابدأ السطر بتاعي في الفراغ، وهشتغل بنفس الطريقة 3 غرز سلسلة اللي هم اول عمود بلفة، وهرجع اكرر تاني اشتغل كمان عمود بلفة في نفس الفراغ 2 سلسلة، و2 عمود بلفة في نفس الفراغ تاني. بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، 3 4 5، وهاجي في الفراغ بتاع 5 غرز سلسلة هشتغل غرزة حشو بالشكل ده، وبعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة تاني
وبعد كده هكرر في الفراغ الغرزة بتاعتي اللي بعملها، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وارجع في نفس الفراغ تاني اشتغل 2 عمود بلف. يبقى ده هيبقى شكلها معي. احنا هنلاحظ ان انا هيبتدي يتعمل معايا في الشال كنارين، كنار ناحية اليمين والناحية الشمال زي الشكل ده كده. هيبتدي هيتعمل لي كنار هنا وكنار هنا، دول هيبقوا ثابتين معانا من اول الشال لغاية الطول اللي انت عايزاه. وبعد كل كنار من اللي انا بعمله اللي هو 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، على طول بشتغل 5 غرز سلسلة وغرزة حشو. يبقى دول ثابتين معانا من اول الشال لغاية لما نخلصه. انا كده هبدأ السطر الرابع، هلف الشغل وهكرر تاني زي ما انا قلتلكو، هدخل في العمود التاني بغرزة غرزة منزلقة، وهدخل في الفراغ برضو بغرزة منزلقة، هرتفع 3 غرز سلسلة، وهشتغل كمان عمود بلفة، 2 سلسلة، وهرجع تاني في نفس الفراغ هشتغل 2 عمود بلفة. زي ما احنا اتفقنا بعد الكنار الاولاني اللي في بداية السطر هشتغل 5 غرز سلسلة، 4 5، ده ثابت معانا لغاية نهاية الشال. بعد كده هشتغل في الفراغ الاولاني بتاع ال5 غرز سلسلة هشتغل غرزة حشو، بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة تاني، هاجي في الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو، وهاجي زي ما انا ابتديت الشال بالكنار الاولاني و5 غرز سلسلة هنهي ب5 غرز سلسلة برضو، وهاجي هعمل برضو اكرر الكنار اللي في الحرف التاني، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، وارجع تاني اشتغل 2 عمود بلف. يبقى ده شكلها اهو. يبقى هيبتدي يتفرع طرف يمين وطرف شمال، دول هيبقوا ثابتين معانا زي ما احنا اتفقنا. بعد كده هبدأ السطر الخامس، هلف الشغل وهكرر تاني، هدخل برضو بغرزة منزلقة وكمان غرزة منزلقة تاني، هرتفع 3 غرز سلسلة وابتدي في الفراغ اشتغل عمود بلفة، 2 سلسلة، وكمان 2 عمود بلفة، هكرر زي ما احنا اتفقنا 5 غرز سلسلة، 5 غرز سلسلة، وهشتغل في الفراغ الاولاني غرزة حشو. بعد كده السطر الخامس ده هبتدي اعمل الغرزة بتاعتي اللي هتاخد الشكل ده، هبتديها من السطر الخامس. هبتدي اعمل ايه؟ بعد ما انا اشتغلت غرزة الحشو بعد كده هاجي هشتغل في الفراغ بتاع 5 غرز سلسلة، هشتغل فيه 7 غرز عمود بلفة، ادي كده 1 2 3 4 5 6 7. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده من غير سلاسل ولا حاجة، هشتغل غرزة الحشو. بعد غرزة الحشو هبتدي اكرر اللي بعمله في بداية السطر ونهاية السطر، 5 غرز سلسلة، وهشتغل الكنار بتاعي اللي بعمله في النهاية، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة تاني بالشكل ده كده. وده هبتدي اكون الغرزة بتاعت الشال. هبدأ برضو السطر اللي بعده،
نفس الطريقة غرزة منزلقة لغاية لما اوصل للفراغ، 3 غرز سلسلة عمود بلفة، 2 سلسلة وفي نفس الفراغ 2 عمود بلفة، وهكرر تاني 5 غرز سلسلة وغرزة حشو في اول فراغ. بعد كده هبتدي في 7 غرز عمود بلفة، هشتغل فوقيهم برضو في كل غرزة هشتغل فيها عمود بلفة، بس ما بين كل عمود والتاني هيبقى فيه غرزة سلسلة. شوف مع بعض هنعمل ايه. ادي اول، احنا هنشتغل في اول عمود بلفة، هنخلي بالنا ان دي غرزة الحشو ومش هنشتغل فيها، هنسيبها. هنبتدي نشتغل في اول غرزة هنا اللي هي اول عمود بلفة، هنشتغل فيها برضو عمود بلفة غرزة سلسلة، ويجي في الغرزة اللي بعدها عمود بلفة غرزة سلسلة، 3 غرزة عمود بلفة غرزة سلسلة، 7 غرز عمود بلفة لغاية لما اشتغل 7 غرز عمود بلفة. يبقى انا اشتغلت فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، بس ما بين كل عمود والتاني في غرزة سلسلة. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده على طول، هشتغل غرزة حشو، وبعد كده هكرر زي بداية السطر 5 غرز سلسلة، وادخل في الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة 2 سلسلة، وارجع تاني في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة. بعد كده هبدأ السطر اللي بعده، هكرر نفس اللي بعمله في كل سطر، هدخل بغرز منزلقة عشان اوصل للفراغ، هرتفع بعد كده 3 غرز سلسلة، دول اول عمود بلفة، كمان عمود بلفة 2 سلسلة، وادخل تاني في نفس الفراغ اشتغل 2 عمود بلفة، وهكرر تاني اشتغل 5 غرز سلسلة، وهشتغل في اول فراغ غرزة حشو. بعد كده هبتدي اعمل غرزة البف، هشتغل غرزة واحدة بس سلسلة، وهبتدي اشتغل غرزة البف في الفراغات بتاعة غرزة السلسلة. هبتدي ان انا الف الخيط على الابرة، هدخل وهسحب كأني هشتغل غرزة نص عمود، زي ما احنا متفقين لازم طبعا الخيط ما يكونش مشدود علشان الغرزة تطلع شكلها حلو. يبقى كده ده يعتبر اول غرزة او اول لفة، التانية، التالتة، الرابعة، بالشكل ده كده. وهلف واسحب الغرز من على الابرة، هسيب حلقتين على الابرة وهلف واسحبهم تاني. كده اتكونت معايا الغرزة. ممكن ان انا اعملها بالطريقة ديت، او ان انا الف واسحب الغرز كلها من على الابرة واقفلها بغرزة سلسلة، هي برضو يعني ممكن اشتغلها كده او اشتغلها كده. انا هسيب حلقتين على الابرة وهلف واسحب بالشكل ده كده، وبعد كده هشتغل غرزتين سلسلة. هاجي في الفراغ اللي بعده هعمل نفس الحكاية، غرزة ضف تاني، 2 3 4 بالشكل ده كده، غرزتين سلسلة. هاجي بعد كده في الفراغ اللي بعده هكرر 3 4 غرزتين بعد كده سلسلة، وهعمل كده في كل في 6 فراغات، يعني 2 3 4 غرزتين سلسلة، 1 2 3 4 غرزتين سلسلة، 1 2 3 4 بالشكل ده كده. يبقى انا عندي في ال6 فراغات اشتغلت فيهم
غرز بف. اخر غرزة بف مش بشتغل وراها اتنين سلسلة، بشتغل فيها غرزة واحدة بس سلسلة زي ما انا عملت في البداية، وهاجي في الفراغ الاخراني هنا هشتغل فيه غرزة حشو، بعد كده هرتفع 5 غرز سلسلة واجي اعمل الكنار بتاعي اللي بعمله في بداية ونهاية السطر، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة تاني بالشكل ده كده. ده كده هيكون شكلها لما انا كده يعتبر كملت الغرزة. السطر الثامن بعد كده يعتبر سطر مهم، علشان ده اللي هيبتدي ان انا اكرر بعد كده من هنا الغرزة دي، ويبتدي الشال بتاعي يكبر. هنبتدي برضو نعمل البداية بتاعتنا زي كل مرة، نعمل الكنار بعد كده نشتغل 5 غرز سلسلة وندخل في اول فراغ نشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هبتدي ان انا اعمل الفراغات اللي هشتغل فيها. هاجي اكرر تاني، هشتغل 5 غرز سلسلة، هاجي انا عندي هنا 5 فراغات. انا عندي هنا اول فراغ اللي ما بين اول غرزة وتاني غرزة، هشتغل في اول واحد غرزة حشو، هاجي بعد كده ارتفع 5 غرز سلسلة، تاني فراغ هشتغل فيه كمان غرزة حشو. انا اشتغلت في اول فراغ ما بين اول غرزة بف وتاني غرزة بف، اشتغلت فيه غرزة حشو، والفراغ التاني اللي ما بين الغرزة التانية والتالتة اشتغلت فيه غرزة حشو. بعد كده هرتفع 5 غرز سلسلة. بعد كده الفراغ التالت ده انا هسيبه مش هشتغل فيه، هشتغل فيه الفراغ الرابع غرزة حشو. بعد كده هرتفع 5 غرز سلسلة، الفراغ الخامس هشتغل فيه غرزة حشو. يبقى ده الشكل معانا. اول فراغ اشتغل فيه غرزة حشو، تاني فراغ، تالت فراغ سبته، رابع فراغ اشتغلت فيه غرزة حشو، خامس فراغ اشتغلت فيه غرزة حشو. بعد كده هشتغل تاني 5 غرز سلسلة، وهاجي في الفراغ الاخراني هشتغل غرزة الحشو، وبعد كده 5 غرز سلسلة تاني. بعد كده هكرر الكنار بتاعي اللي بعمله في الحرفين، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة بالشكل ده كده، وابتدي اقلب الشغل الناحية التانية، وهكرر برضو البداية بتاعتي اللي بعملها. خمس غرز سلسلة وهدخل في الفراغ ده اشتغل فيه غرزة حشو. بعد كده هعمل ايه؟ هبتدي اكرر الغرزة بتاعتي في الفراغ التاني، هشتغل هنا 7 غرز عمود بلفة، 1 2 3 4 5 6 7 بالشكل ده كده. بعد كده مش هشتغل سلاسل ولا حاجة، هدخل في الفراغ اللي بعدها على طول هشتغل غرزة حشو. بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، 4 5، واشتغل في الفراغ اللي بعده غرزة حشو، وكمان هشتغل 5 غرز سلسلة تاني، والفراغ اللي بعده غرزة حشو. يبقى انا هكرر بعد 7 غرز عمود بلفة، هشتغل مرتين 5 غرز سلسلة عشان ما اتلخبط. بعد كده هاجي في الفراغ ده مش هشتغل غرز سلسلة ولا حاجة، هاجي هشتغل 7 غرز عمود بلفة عشان اعمل الغرزة بتاعتي تاني في جنب الناحية التانية. 2 3 4 5 6 7
خلصت 7 غرز عمود بلفة، هدخل على طول في الفراغ بغرزة حشو وخمس غرز سلسلة، واعمل الكنار اللي في الحرف التاني 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. السطر اللي بعده هكرر بعد كده، هشتغل 5 غرز سلسلة. الفراغ الاولاني هشتغل غرزة حشو، وهبتدي اكرر ان انا اشتغل فوق كل عمود بلفة عمود بلفة، وما بين كل عمود والتاني في غرزة سلسلة. اخلي بالي ان دي غرزة الحشو مش هشتغل فيها، هشتغل في اول عمود بلفة عمود بلفة ورا غرزة سلسلة عمود بلفة ورا غرزة سلسلة عمود بلفة ورا غرزة سلسلة. هعمل كده في 7 غرز. بالشكل ده كده. هاجي بعد كده، طبعا دي غرزة الحشو مش هشتغل فيها، هاجي بعد كده في الفراغ ده هشتغل غرزة حشو تاني وراها 5 غرز سلسلة وغرزة حشو في الفراغ اللي بعده. بعد كده مش هشتغل غرز سلسلة ولا حاجة، هاجي في اول عمود دي غرزة الحشو هسيبها، هاجي في اول عمود هشتغل عمود بلفة غرزة سلسلة عمود بلفة غرزة سلسلة عمود بلفة وغرزة سلسلة عمود بلفة غرزة سلسلة. اخر عمود بلفة مش هشتغل وراه سلاسل، هدخل في الفراغ هشتغل غرزة حشو، بعد كده 5 غرز سلسلة، واعمل الكنار بتاع نهاية السطر 2 عمود بلفة 2 سلسلة، وارجع تاني اشتغل 2 عمود بلفة بالشكل ده. السطر اللي بعده هنبتدي نعمل فيه غرزة البف، وهكرر تاني بنفس الطريقة، هبدأ 3 غرز سلسلة عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة 5 غرز سلسلة غرزة حشو في أول فراغ، بعد كده هشتغل غرزة سلسلة، وهاجي اعمل غرزة البف بتاعتي في الفراغ الاولاني 1 2 3 4، واقفل واعمل غرزتين سلسلة. ادخل في الفراغ اللي بعده 1 2 3 4، واسحب اخرج الغرزتين غرزتين سلسلة 1 2 3 4، غرزتين سلسلة 1 2 3 4، غرزتين سلسلة 1 2 3 4، غرزتين سلسلة. واجي في اخر فراغ اشتغل اخر غرزة بف 1 2 3 4، انا كده عندي 6 غرز بف. بعد كده اخر غرزة بف مش هشتغل وراها 2 سلسلة، هشتغل غرزة واحدة بس، وهدخل في الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو وغرزة سلسلة تاني، وهبتدي اكرر في كل فراغ هشتغل فيه غرزة بف 3
اتنين سلسلة وهبتدي ان انا اكررهم تاني في الست فراغات. اخر غرزة باف هشتغل وراها غرزة سلسلة زي ما انا قلتلكو. بعد كده هدخل في الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو 5 غرز سلسلة وابتدي اعمل الكنار بتاعي اللي في الحرف التاني، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة بالشكل ده كده. وهيجي اقلب عشان ابدأ السطر اللي بعده. هبتدي بقى كده يعتبر الغرزة خلصت معايا. في السطر اللي بعده هبتدي ان انا اكون غرزة تانية او ابتدي افرع فروع تانية، يعني هعمل غرزة في الجزء او في الجنب ده، وهاجي هنا في النص هعمل برضو غرزة، وهاجي في الحرف التاني هعمل غرزة. هبتدي برضو البداية بتاعتي اللي احنا متعودين نعملها، 3 غرز سلسلة وعمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. خمس غرز سلسلة وادخل في الفراغ الاولاني هشتغل فيه غرزة حشو، وهبتدي بقى اكرر اللي احنا عملناه قبل كده. هبتدي اشتغل 5 غرز سلسلة، هاجي في الفراغ الاولاني زي ما احنا اتفقنا هشتغل فيه غرزة حشو 5 غرز سلسلة، الفراغ التاني هشتغل فيه غرزة حشو 5 غرز سلسلة، الفراغ التالت زي ما احنا اتفقنا هسيبه مش هشتغل فيه، هشتغل فيه الفراغ الرابع غرزة حشو 5 غرز سلسلة، الفراغ الخامس هشتغل فيه غرزة حشو. يبقى دايما الفراغ التالت بسيبه ما بشتغلش فيه. بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة وهاجي في الفراغ الاولاني هشتغل غرزة حشو 5 غرز سلسلة، الفراغ التاني هشتغل فيه غرزة حشو 5 غرز سلسلة، الفراغ التالت هسيبه مش هشتغل فيه، هشتغل فيه الرابع 1 2 3 4 5، وهشتغل فيه الخامس غرزة حشو 5 غرز سلسلة، الفراغ الاخراني هنا هشتغل فيه غرزة حشو 5 غرز سلسلة، وهبتدي اكرر الحرف بتاعي اللي بعمله في الجنبين، 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. هقلب الشغل الناحية التانية وهبدأ السطر. ارتفع 3 غرز سلسلة، 2 عمود بلفة او عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة، 5 غرز سلسلة، غرزة حشو في الفراغ الاولاني. هاجي زي ما احنا اتفقنا هعمل الغرزة بتاعتي في الفراغ التاني. ابتدي ان انا اكرر هشتغل في الفراغ ده 7 غرز عمود بلفة، 4 5 6 7، هدخل في الفراغ اللي بعده على طول اشتغل غرزة حشو. بعد كده زي ما انا اتفقت معاكم ان بعد 7 غرز عمود بلفة هشتغل 5 غرز سلسلة، هشتغلها مرتين، ادي كده غرزة حشو، وارجع تاني اشتغل 5 غرز سلسلة واقفل في الفراغ اللي بعده بغرزة حشو. بعد كده هاجي في الفراغ اللي في النص ده هعمل كمان غرزة. يبقى احنا كده شغالين صح، لان احنا ده كده السنتر بتاعنا، فهنشتغل كمان هنا الغرزة بتاعتنا هنعملها هنا، هندخل نشتغل
7 غرز عمود بلفة، ستة، سبعة، وهدخل في الفراغ اللي بعده غرزة حشو، هشتغل 5 غرز سلسلة زي ما اتفقت معاكم مرتين. ادي كده غرزة حشو في الفراغ اللي بعده، 5 غرز تاني، وفي الفراغ اللي بعده غرزة حشو مرتين اهو، 5 غرز سلسلة، 5 غرز سلسلة. بعد كده هدخل في الفراغ ده اعمل كمان الغرزة بتاعتي تاني، هشتغل 7 غرز عمود بلفة، 4، 5، 6، 7، واجي في الفراغ الاخرين هشتغل غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، وهشتغل بعد كده الكنار بتاعي 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة بالشكل ده كده، وهقلب الشغل بتاعي وهبدأ السطر الجديد، وهدخل في الفراغ. معلش انا بشتغل بسرعة شوية، يعني اكيد من المفترض ان اللي هيتابعني هيبقى عارف الغرز، مش هيبقى حد يعني مبتدئ، فهيبقى الموضوع يبقى سهل عليه. بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، وهدخل في الفراغ بغرزة حشو، هاجي بعد كده اشتغل في كل عمود او كل غرزة عمود بلفة من 7 غرز، دي غرزة الحشو هسيبها، هشتغل في اول عمود عمود بلفة غرزة سلسلة، والغرزة اللي بعدها عمود بلفة غرزة سلسلة، عشان يبقى عندي فراغ اقدر اشتغل فيه غرزة البف، عمود بلفة وراه غرزة سلسلة، عمود بلفة وراه غرزة سلسلة، واخر غرزة هشتغل فيها عمود بلفة. بقوا كده 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. بعد كده طبعا دي غرزة الحشو مش هنشتغل فيها حاجة، هاجي في الفراغ اللي وراها هشتغل غرزة حشو من غير سلاسل ولا حاجة، هاجي بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، هاجي في الفراغ اللي بعده هشتغل غرزة حشو، وهبتدي ان انا اكرر تاني في كل غرزة هشتغل عمود بلفة، 1 ورا غرزة سلسلة، الغرزة الثانية ورا غرزة سلسلة، الثالثة ورا غرزة سلسلة، الرابعة ورا غرزة سلسلة، الخامسة ورا غرزة سلسلة، السادسة ورا غرزة سلسلة، وآخر غرزة. يبقى كده اشتغلت 7 غرز عمود بلفة ما بين كل عمود والتاني غرزة سلسلة، هدخل في الفراغ اللي بعدها غرزة حشو، بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، وهدخل في الفراغ اللي بعده غرزة حشو، وابتدي اكرر تاني هشتغل 7 غرز عمود بلفة ما بين كل غرزة والتانية في غرزة سلسلة. بالشكل ده كده، وهاجي في الفراغ الاخراني هشتغل غرزة حشو، بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة، وهكرر الكنار بتاعي 2 عمود بلفة، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ بالشكل ده كده. السطر اللي بعده هبتدي اشتغل غرزة البف، هكرر الاول اللي بعمله الكنار الاولاني بتاعي 2 سلسلة، وارجع في نفس الفراغ اشتغل 2
عمود بلفة، بعد كده 5 غرز سلسلة. في الفراغ الاولاني هشتغل غرزة حشو، بعد كده هشتغل غرزة واحدة بس سلسلة، وابتدي اعمل في كل فراغ غرزة الباف 2 سلسلة، وادخل في الفراغ اللي بعده 2 3 4 2 سلسلة، هكمل كده. انا كده اشتغلت 6 غرز باف. اخر غرزة باف بشتغل وراها غرزة واحدة سلسلة، مش بشتغل 2. بعد كده هاجي اشتغل هنا غرزة حشو، وبعد غرزة الحشو هشتغل غرزة سلسلة، وهكرر في الـ6 فراغات. هشتغل في كل فراغ فيهم غرزة الباف. دي اخر غرزة باف، هشتغل وراها غرزة واحدة سلسلة. هيجي بعد كده في الفراغ اللي بعدها هشتغل غرزة حشو وغرزة سلسلة، وهبتدي اكرر تاني في الـ6 فراغات دول هشتغل غرزة الباف. وصلت لاخر غرزة باف، هشتغل وراها غرزة واحدة سلسلة، وهيجي في الفراغ الاخراني هشتغل غرزة حشو، بعد كده ارتفع 5 غرز سلسلة، وهاجي اعمل الكنار بتاعي في النهاية 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة. انا كده كونت الغرزة بتاعتي، عملت منها 3 في السطر ده. السطر اللي بعده هيبتدي تكبر، هعمل واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، هيبقوا كده 4. هقلب الشغل، هبدأ السطر بتاعي، هعمل الكنار، هشتغل في الفراغ 2 عمود بلفة 2 سلسلة 2 عمود بلفة، 5 غرز سلسلة، غرزة حشو، بعد كده هشتغل 5 غرز سلسلة. اول فراغ هشتغل فيه غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، تاني فراغ هشتغل فيه غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، تالت فراغ بسيبه مش بشتغل فيه، بشتغل فيه الرابع غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، واشتغل في الخامس غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، وابتدي اكرر تاني غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، غرزة حشو، 5 غرز سلسلة، هسيب الفراغ ده اشتغل هنا، وهكذا لنهاية السطر. هيبتدي السطر ده هيبقى فيه معايا 4 مجموعات 1 2 3 4 بالشكل ده كده. ده شكل اللون السادة اللي انا عملته. طبعا تقدري بقى تعملي عدد السطور اللي انت عايزاه او الطول اللي انت عايزاه، وبعد كده ممكن ان انت ما تنهي الشال تقدري تحطي فيه الحرفين شراشيب او شرشيبة، وفي النص كمان تقدري تحطي واحدة. ده الشكل اللي انا كنت بشتغله معاكم، شكل الخيط الجنجا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتكون الغرزة سهلة عليكم وتعرفوا تنفذوها معايا بسهولة. ولو في اي استفسار تقدروا ان انتوا تحطوا لي الاستفسار بتاعكم في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تنزلوا بسرعة تعملوا سبسكرايب للقناة، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. شكرا، واشوفكم في فيديو جديد.